وعن زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان نتابع تحليل في الموضوع لصلاح سلام رئيس تحرير صحيفة اللواء اللبنانية، وقد تحدث للزملاء في إذاعة ميديا. زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى لبنان تعتبر زيارة تضامن من فرنسا بعدما أصاب بيروت جراء هذا الانفجار الزلزالي الكبير. هذه الزيارة لها بعدين مهمين بالواقع. الأول بعد الإغاثي الإنساني، لأن الرئيس ماكرون حمل معه يعني مجموعة مساعدات فورية وسريعة للبنان للمساعدة على لملمة الجراح ومساعدة الحكومة اللبنانية على مواجهة تداعيات هذا الانفجار الرهيب. والبعد الثاني بعد سياسي، أعتقد أنه سيطرح بصراحة أيضا وبوضوح كما فعل وزير خارجيته في الأسبوع الماضي أنه ضرورة المباشرة في الإصلاحات وضرورة أن يكون هناك حكومة إجماع وطني وأن يكون هناك قرار للدولة بالمباشرة في تحقيق برنامج الإنقاذي المطلوب لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها منذ أشهر.